بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع السابع للدوري العام، مباراة هامة جدا، مباراة ضمن مباريات الدوري، دوري قوي مثير في نتائج بالتأكيد كثيرة وعكسية خلال المراحل السابقة، فبالتالي حلقة نتابع فيها كل المستجدات الخاصة بهذه المباراة وآخر الاستعدادات الخاصة لفريق النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب الأهلي والسلام. لكن خلونا نبدأ بسؤال لحلقة النهاردة، وعايز كل المشاهدين وكل المتابعين يشاركونا من خلال السؤال اللي هنطرحه في بداية الحلقة، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل المشاركات. السؤال: توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري العام. تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير هنستعرض كل مشاركات كل المشاهدين والمشاركين. طيب خلونا نبدأ بحلقتنا النهاردة بأهم العناوين وعناوين ترندات النهاردة. في ترند الأهلي الليلة: الأهلي يواجه الإنتاج في الجولة السابعة للدوري. كمان في ترند الأهلي: محمد عادل حكما للقاء بدلا من أمين عمر. وفي الترند المحلي: اتحاد الكرة يطلب إدراج جميع فرق كرة القدم على جداول لقاح كورونا. طيب النهارده بالتاكيد في عدد من المباريات، سواء المباريات المحليه او حتى المباريات الاوروبيه في الدوريات الاوروبيه المختلفه. طبعا النهارده في اربع مباريات في الجوله السابعه من مباريات الدوري العام. في مباراه بدات الساعه 2:30 وانتهت منذ قليل، وانتهت بالتعادل الايجابي بين سموحه والبنك الاهلي 2-2. كانت مباراه قويه ومثيره جدا وفيها اهداف مميزه لكلا الفريقين. ايضا في هذه اللحظات انا معاكم على الهواء مباشره في مباراتين في نفس التوقيت: المقاولون العرب في مواجهه مع سيراميكا، والمصري في مواجهه مع نادي الزمالك على استاد برج العرب. لكن الساعه 7:30 المباراه اللي بتهمنا كلنا وبالتاكيد كل المتابعين والمشاهدين منتظرين هذه المباراه، مباراه الاهلي والانتاج الحربي الساعه 7:30، مباراه ما بين طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، مباراه قويه جدا امام كابتن مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي. لكن مباريات الدوري الانجليزي والاسباني وكاس الليبرتادورس مباريات قويه ايضا. نبدا بمباريات الدوري الانجليزي، في ثلاثه مباريات: شيفيلد يونايتد هيلعب مع نيوكاسل الساعه 8، ولفرهامبتون هيلعب مع ايفرتون الساعه 10:15، وبيرلي هيلعب الساعه 10:15 ايضا مع مانشستر يونايتد. في الدوري الاسباني في مباراتين: غرناطه هيلعب مع اوساسونا الساعه 8، واتلتيكو مدريد الساعه 10:30 مع اشبيليه. لكن مباريات اليوم في كاس الليبرتادورس، وبالتاكيد هذه المباريات هتكون فيها متابعه كبيره الفتره الجايه، لان الكل منتظر الفريق المتاهل من امريكا الجنوبيه عشان يكتمل عقد الفرق اللي هتكون موجوده في كاس العالم للانديه. النهارده في مباراه ما بين بالميراس هيلعب مع ريفر بليت الساعه 2:30 فجر الاربعاء. طبعا المباراه الاولى كانت في الارجنتين ملعب ريفر بليت، وبالميراس فاز خارج ارضه بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. نقدر نقول بنسبه 60-70% بيقترب من التاهل للمباراه النهائيه. ولسه في مباراه بكره ما بين بوكا جونيورز مع سانتوس البرازيلي، وايضا كان اللقاء الاول في البرازيل انتهى بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. طبعا مباراه قويه وبالتاكيد النهارده هتكون فيه متابعه كبيره جدا. لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا، ولكن في فقره ترند.